السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصبحكم بالخير، مساكم بالخير، أزول في الله وين صحة فطوركم ولا صحة سحوركم. بونجور بونجور ميسيو دام. دونك اليوم صرات واحد الضجة هكذايا على أن أرتيكل داروه بزاف مغرب انتيليجونس الماروك 360 كذا، قال كاين دي مارسونير ألجيريان يحاربوا في صفوف الجيش الأوكراني المرتزقة تاع أوكرانيا. ألور سكيفي هما لي ماروكان، وشنو هو البيت تاعهم؟ شنو هو البيت تاعهم؟ البيت تاعهم زعما يقول لك لالجي راهم في ورطه مع الروس، علاش خرج دوك يصابياتهم مشكل بين الروس والجزائر هكذايا. استطيع يفرحوا قالك شوف الالجيريين يعاونوا في ليكران، قالك الجزائر يعاونوا في ليكران، اوكي يا با بروبليم. شوفوا دوك حنايا الارتيك نتاع هذا 60 هذايا باش نعرفوا واش يقول. مثلا الو هذا الارتيكل هذايا اون روسي دي مرسونير الجيريان كومبات او كوتي دي اوكرانيا، اوكي يا با دو بروبليم. واش يقول هذا الارتيكل؟ Alors que le régime algérien tente-t-il d'ouvrir la boîte de Pandore russe? Sa relation est, en tout cas, dans de sales draps avec le Kremlin et l'armée russe qui viennent de faire une fâcheuse trouvaille en découvrant que 60 mercenaires algériens font la guerre aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. Alors, un rapport officiel fraîchement divulgué par le ministère de la Défense russe sur les CICER est... sur les SICR enrôlés par l'armée ukrainienne accable sérieusement l'Algérie, deuxième pourvoyeur africain de l'Ukraine en mercenaires étrangers après le Nigeria. L'Algérie, deuxième pourvoyeur, c'est l'Algérie, deuxième après le Nigeria. Alors, le document en question publié sur Telegram par l'état-major russe fait état d'un recensement des mercenaires étrangers recrutés par l'Ukraine dans la guerre qu'il oppose à la Russie. On y trouve avec force détail le nombre exact des mercenaires capturés, leur nationalité et combien d'entre eux ont été éliminés à l'heure actuelle par l'armée russe. Très bien, il n'y a pas de problème. Alors, le ministre de la Défense a publié le curieux tableau qui montre que nos services de renseignement militaire connaissent les données personnelles des mercenaires étrangers qui sont venus en Ukraine pour participer aux hostilités. Saha. Donc, quand les aériens répondent pour le journal ou l'autre, on dit qu'il n'y a pas de mal. Là, il y a quand même de mal, oui. Quand des mercenaires algériens, dans l'armée ukrainienne, ils harbent contre les Russes. Oui. وعلاش لا؟ بوركوا با سي دي مارسونير ما راحوش باسم الدوله الجزائريه، هادو ناس كاينين مزوجين في ليكران عندهم سيتوان دي كرانيان لي زون اورولي دون لارمي، كاين اسلاميين لي كونتر روس يدخلوا مع ليكران يروحوا من سوريا، بيان سور ينجمو يكونوا، وعلاه ما يكونوش؟ يقدروا يكونوا، بصح اسكو هادو راحوا باسم الدولة الجزائرية؟ هذه سيفو هنا الروس على بالهم والجزائر على بالهم، واللي يحكموهم كامل كاين رونسينيوم عليهم، الاوتوريتي روس عطاو ديفيلغا وكاع لي زانفورماسيون عليهم شكون هما، عيب باش غدوا ما يدخلش للبلاد يهرب. انتوكا محاكمينهم هذو اللي يحكموهم لافيلياسيون ديالهم، كل ما يحكموا واحد يبعثوا. بيان سور عندنا علاقة مع الروس، حنا عندنا لي زاكور ميليتار، و سي با لا بروميير فوا كاين دي زالجيريان يحاربوا ضد الروس. في لاكار تاع افغانستان كان مرتزقه تاع لاسيا اسلاميين كانوا يخدموا فيهم لاسيا، هما يقولوها الى ليك نينتون تقولها، وهذوك المرتزقه اللي كانوا في افغانستان يحاربوا ضد اليونيون سوفيتيك ضد السوفيت، منين راحوا؟ راحوا من السعوديه، كل واحد منين راح؟ ما راحوش باسم الجزائر، هادي سي با ان بروبليم. هما المغاربه مساكن فرحوا، شغل قالك او دوك صارت ديكاد بين الروس و بني نو او تزمي نو سي با كوم سا. بيان سور كاين، يا با دو بروبليم، ينجمو يكونوا. هاو نوري لكم واحد، انا باغ اكزومبل مرتزق نتاع
ماشي مرتز قبرقا، ماشي هدايا. شوفوا نوري لكم باش تعرفوا. هذا اسمه عبد الله انس، قال لك هنايا عبد الله انس. ها عبد الله انس صهر الزعيم الروحي لافغان العرب، هذا مزوج مع بنت عبد الله عزام، شبيك اب الروحي تاع داعش، هذا جزائري، هذا من الجزائر. إيه؟ مرتزق نتاع العصيه باسم الاسلام، وراح سامي يحارب لينيو سوفيتيك. شوف هاوليك يقول لك هذا هو في الوقت الذي يشهد فيه الوضع في سوريا مزيد من تدهور، ويتزايد فيه في نفس الوقت تعقد الامور يوما بعد يوم، مخاوف وكذا من عليك. على يقول لك بعد انس الذي تزوج ابنه عبد الله عزام احد الاباء المؤسسين للقاعده كما يدعي التنظيم نفسه، هو الرجل الثاني في قياده مكتب الخدمات في مدينه بيشاور باكستانيه، وابو الافغان العرب. هذا يدخل الجزائر؟ ما يدخلش الجزائر جامي. إيه كاين ينجم يكون مرتزق بروفيسيونيل، كاين يديروا لارمي كوم لي جون اترونجير فرنسا، خرج يولي ميليتير بروفيسيونيل ويسيني كونترا يخلصوا، هذا هو مرتزق. الرزق يروح يجيب الرزق بسلاح، سي صاح مارسونير ما يمثلش الجزائر هذايا، والروس على بالهم بلي ما يمثلش الجزائر، وماشي غير الجزائريين، كاين كاين من كاع البلدان. هادو سيدي مارسونير لا ليست مثلا اللي داروها سي واسمهم روسيا توداي، روسيا اليوم داروا لا ليست اليوم، وي كاين جزائريين، وي عامليك عامليك. ها بينهم عرب قائمة بأعداد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا من كل دولة، صورة عامليك صورها عامليك، هاي نوريكم بنكبرها باش تعرفوا تشوفوا شوفوا الجزائر. اوكي وي هاي كندا، الولايات المتحدة، كولومبيا، بوليفيا، البرازيل، الأرجنتين، تشيلي. ايه شوفوها هاي الجزائر، هاي الجزائر، الجزائر 51 51، نيجيريا 85 38 تسعة، السنغال، جنوب افريقيا، الغابون، غينيا، ليبيريا، غينيا الاستوائية. ايه هم الجزائر. هم ليك الجزائر. واش كاين كانا؟ شوف ها جورجيا، بورتون جورجيا سي لي زاليي تاع الروس، سوريا، تركيا، تركيا اردوغان مع الروس، نو اسرائيل، ايران، ايران مع الروس، كازاخستان، قبرص، الصين، كوريا الجنوبيه، اوزبكستان، اليابان. تسمى مال دوك الروس يقطعوا العلاقات مع كاع البلدان. يا اخي حالها يا اخي مزاك الماركه يا بك بك تاع الصايه، تسمى يقطعوا مع ايران، يقطعوا مع الصين، يقطعوا معهم كامل. إن كروا جنوب افريقيا يقطعوا معاهم، استراليا، بوسانيا باينه، نيوزيلندا، زيد واش كاين هنايا، اذربيجان، شيلي، فنزويلا، فنزويلا يقطع مع روس مع المعلاقات، الارجنتين، بيرو، البرازيل، بوليف، برازيل مع في البريكس كيفاش يدير. يقطع معاه كان يقول عندك مرتزقه في حاله يعني. مساكن المغاربة يغيضوا يا مساكن، يتعلقوا في نابورت حاجة يا يا أخي حالة يا مين. الولايات المتحدة، كولومبيا، بومباينين هادوما هكذا. إذنك كي تقولوا كي تقولوا مثلا وي الجزائري دون دو سالدرا، نو ني با دون دو سالدرا، حنا هذاك محمد من راح قتل هذوك اليهود في فرنسا، دي زونفون عطاهم وكذا قتلهم، تيوا نهار حبوا يدفنوا في الجزائر، الجزائر قال ما تدفنوش، انا ندفنوا في فرنسا، ما تدخلوش الجزائر، ما خلاهمش يدخلوا يدفنوا في الجزائر باش يمسحوا فيا الموس، يقول لك عام نو نو ندفنوا تما، هذا فرنسي سيتوان فرنسي قتل دراري صغار وكذا، حنا ما نجوش نصلوا عليه وكذا، ما تدخلوش دراري صغار، لا هما يديروا حنا ما نديروهاش، ماشي كيف كيف. مساكن لي ماروكان انكرويابل المغاربه هذا
المراركة يا مساك طيدو. شوف نوريكم انتم، احنا كان نهار كان في التسعينات اللي الارهاب كانوا يتخبوا عندكم العيادة وصحاب الفيس كانوا مخبين في المروك عندكم، يحطوك المرتزقة تاعكم. على بالنا باللي كان مرتزقة جزائرية عديان تاع الجزائر، كان وقت فرنسا كان حركة، احنا عندنا نعرفوا في كاع البلدان كان حركة. سيتو ها نوريكم بار اكزومبل، نعطيكم المرتزقة الجزائريين اللي يخدموا معكم. هاسم نعطيكم مثلا أنور مالك يهضر مع المخزن تاعكم، نوريكم باش يكون في علمكم. هاي اسمعوا هاكو ها خلي الشبكات فوالا في الدبلوماسيه اي خوتنا احبابنا ما نعرف شنو هذا، ولكن من تحت يا سيدي نقلب لك النظام ونختار قاك نختار وما عادش ندير لك ونمول لك. انا ندي اشقر انا ما يقولكش مثلا روح مثلا تجي النظام المغربي رسمي نجي مسؤول نمول مثلا واحد معارض جزائري، هذا يضر حتى الجزائر معلوم بصح. الحل وشي انك تخلي الشبكات في بعضها، خلي الشبكات رئيس الجمعيه عندك علاقات مثلا مع ينام ولا علاقات اخرى هكذا ماشي الامور. وسيدي خافي بروبر والفلوس اللي تتصرف خليها على حساب الدوله، تمشي على حساب الدوله معليش بصح ما تضرش الدوله الرسميه كما هكذا. النظام الجزائري كيفاش راح يخضع يا اخي؟ اما اذا كان اللي قال لك النظام الجزائري راح ينظر الاخوه والجوار الجزائر، النظام الجزائري اذا كان سقط المشروع نتاعو في الصحراء راه يعتبر نفسه انتهى في عز الارهاب. الشعب يموت هو متمسك بالبوليساريو، الشعب يتذبح وهو مسؤول كيف الشعب لكن البوليساريو. لذلك الخلط هذه هي هذا هو الاشكاليه. لذلك هذا المغرب هذه انا من مصلحتي قلت الكلام بالكلام، من مصلحتي ومصلحه النظام نعلو مصلحتي ومن مصلحه المغرب ومن مصلحه المنطقه. ما دام طلقت مصلحتي مع مصلحتي نتحالف معاك ما نتحالفش معاك بطريقه علنيه باش تضرني عن هذا الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اكبر حاجه ندير من الحساسيه تحس واحد يتحالف مع الخارج بصح لتحت نتحالف معاك طريقة علنية باش تضرني عن هذا الشعب الجزائري. الشعب الجزائري أكبر حاجة ندير من الحساسية تحس واحد يتحالف مع الخارج بصح لتحت نتحالف معاك. أنا شتو هذا أنور مالك تعرفوا حبيبكم عزيزكم لا هذا احنا لينا مرتزق يخدم مع المخزن اللي هما متحالفين مع إسرائيل. إيه جزائري هذا نو إيه هذا المرتزق هذا مرتزق تاعكم يخدم معكم. هيا نزيد نجيب لكم واحد اخر هاك شوف اسمع هيا سيدي نهضروا على المرتزقة نهضروا ماشي مشكل. هاوليك مثلا عبدو سمار تعرفوه هنا عبدو سمار يخدم معكم كانا هذا مرتزق جزائري اسكو يخدم باسم الدولة الجزائرية ضد الجزائر اي نو هو خير. ها شوف اسمع يبعثوا له الطياره وكاع المخزن ها اون كومان خلينا دابا شوف دابا تي بخون لافيون تي بخون لافيون 15:30 على الجي سي بون لو لاندي دابا ماشي من لاندي انا جاي داكشي على 14:00 à 15:30 باسكو لاندي تو اريفا 17:00 à كازا انت تي اريفا جامي تري بيان دونك لاندي 15:30 با ديمونش لاندي مي نو مي دوما ديمونش تي بخون لافيون دوما à 15:30 à الجي ايروبور دالجي اويو يا شوي Mais demain, on ne peut pas faire ça lundi, parce que demain, j'ai une interview. Mais, là, écoute, lundi, tu n'arrives pas, tu vois. Allô, allô, allô. Allô, tu m'entends? Oui, tu as dit quoi? Si tu te prends l'avion lundi, tu n'arrives pas, tu vois. Tu n'arrives pas, in time. Ah bon, impossible d'arriver à... Pourquoi c'est... J'arrive à 17h à casa. Là, on est à Rabat. Là, là, c'est lundi, là, c'est lundi. Ok, mon ami, ok, on fait comme ça. De Casa à Rabat, comment j'arrive? Je t'envoie le chauffeur. Donc il me récupère de l'aéroport de Casa direct? Bien sûr, je t'envoie mon chauffeur, il te récupère à l'aéroport, et tu rentres à l'hôtel. Il y a un chauffeur, il y a un magasin, 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 il y a un mag
كيف نخدم تبعنا ديك الحاجه هو غير بغيت نبدا على الرصيد ايوا شو لي غير تبيع اي كوم سي دون لا رصيد صافي باش تنفوا دابا يا اون با اون با ما تقليني كي تبري كوم سي تنفوا لي بي Je vais récupérer. ايه كاين يا با بروبليم بصح حدا ما ياخذوش باسم الدوله هذا عاد الجزائري يخدم معكم دوم الصهيون يجوز في فاسمو في التلفزيون تاع الصهيونيه ايه صافي لي ندير هادي ما كاش منها هادي بيان سير كاين مرتزقه سي نورمال جزائريين كانوا في داعش وكانوا في القاعده في المغرب العربي شكون ماشي حكموا العنابي هذاك جزائري ايه صافي لي ندير سي بوسيبل صح ما صرا والو مع الروس اصحاب الروس كاع عندهم المرتزقه من الصين من الايران من اوزباكستان من كاع هذوما من البرازيل في البريكس معاهم خي كافي الله تحيرو يا هذه انفورماسيون تمدوها يا اخي حاله انكوايا شوف نزيد نوري لكم شوف عندكم واحد اخر كانا عندكم مرتزق واحد اخر كانا ولد لكم الكبار راه الكبار يعني كاين زيطوط كاين رشيد مسلي هذا كاين صحاب راشد هادو ياخذوا معاكم قالوا هذا قالوا مرقدوا هذا رديتو يشطح بدراهم واش بك اوليك عبود هشام مثلا ابو التكيك على هذا هاي شفتو انتما كان عندكم مرتزقه جزائريين يخدموا معاكم يا اخي مرارك ساكن يا خدك لانفورماسيون شوف انا نعطيك لي زانفورماسيون صحاح لي فري زانفورماسيون هكذايا شوف نوري لكم واحد مرتزق من روك يحكموه زود براجين فاميلو يعني زبون كفل سادون Thank you.
سلام ماما سلام بابا انا دابا في واش عندي مزيان ما تخافوش عليا درت داكشي اللي بغيت في حياتي ماما ما تخافيش عليا كلشي غيبقى مزيان وكلشي غيكون مزيان شت لا فورماسيون هذا كان يحارب مع المعالج الجكرينيا خير بصح نتوما حنا كي تقولوا مثلا راح يصير مشكل مع الروس سكي ني با فري باسكو بزاف البلدان عندهم ملتصقه و يريبريزونت با هاد لي بي ما يمثلوناش ما يمثلوش الجزائر نتوما كثر نتوما علاش نتوما الامه الاسلاميه جمعاء الامه الاسلاميه جمعاء كامل تكرهكم باسكو علاش مطبيعين حتى الشعب تاعكم يكرهكم ماشي مطبيعين برك تبعتوا اليهود المغاربة عندهم جنسية مغربية وجنسية إسرائيلية يروحوا يقتلوا الفلسطينيين مع الجيش الساحل ويعودوا للمغرب بأمان وهذا ما راكوش تبعتوا ناس يقاتلوا طرنجية ولا لا لا خوتكم فلسطينيين مسلمين شوف نوري لك هذا لمامة لو ميم جورنال هذا لو ماروك 360 اللي كتب هذا الارتيكل زعما شوفوا واش كان يحكي في 2015 دوك نوري لكم مرتين ماشي يقول لك هاي نجيبك دقيقة organisation armée 30 marocains entraînés par l'armée israélienne شوفوا كيوش 360 alors que les jeunes marocains qui s'orientent vers Daesh sont surveillés à la loupe ceux qui s'entraînent sous le commandement de l'armée israélienne passe inaperçu dans une lettre adressée à Ben Kenen, cette association et instance réclame des sanctions. Plusieurs instances et organisations ont invité le chef du gouvernement à ouvrir une enquête sur la participation de 30 jeunes marocains de confession juive à un stage militaire d'un mois, supervisé par l'armée israélienne, selon le quotidien El Messin, qui a relaté l'information dans son numéro du lundi 24 août 2015, ces instances réclament l'application de la loi pour sanctionner les responsables. شوف نزيد لك لا استغفر الله هذا ماشي هذا يوم القدس العربي إسرائيل تدريب مغاربة عسكريا لمحاربة من لا تزال السلطات المغربية تتجاهل متعمدة قضية تلقي 30 شابا يهوديا مغربيا تدريبات عسكرية لمدة شهر في إسرائيل لا تزال السلطات المغربية تتجاهل متعمدة سمعتم راكم تبعتوا لي مارشنير تاعكم ماروكان جويف باش يحاربوا الفلسطينيين في الجبهة وفي الجهة الأخرى اشتعل اشتعل جدل بين الوكالة اليهودية ووزارة الدفاع الإسرائيلية حول القضية ويبدو هذا الجدل حول سلامة المشاركين في الرحلة حسب كل وكالة انتم راكم تفرنيوا الرامي الإسرائيلي اللي تقتل الفلسطينيين اليوم تفرنيوا لها الجنود مغاربة اليهودي المغربي ما تعرف به كمغربي نو ايه دونك انتم راكم تبعتوا ماشي مرتزقة لكران تبعتوا ضد الفلسطينيين هاو نزيد لك شوف شي يكون في علمك شوف انتم كيفاش منخرطين ضد مع الصهيون ضد الفلسطينيين Thank you.
الحاجه اللي نتابعوا لها وشنو هي؟ كاين يهود جزائريين في الاراضي المحتله، بصح زعما شفنا يهودي من كما يقول لك اصول جزائريه حكم بوست حتى في لارمي تاع الصحراء. يقدر يكون بصح ما كاش. علاه ما كاش؟ علاش غير المغاربه؟ هذه كيسيون كبيره هذه. بون تقول لي نقول لك هذه سيريان بعتوا بلادكم كاع. بعتوا شعبكم وبعتوا دينكم وبعتوا كلش، بعتوها كاع في الصهيون. تهضر نتاع الجزائر مرتزقه في الروس راح نديروا الديقه مع الروس، مي نو مي نو مي نو. شكون راح تهف هكا؟ تهفنا احنا؟ تهفناش احنا يا حصرا. شوف نزيد نوري لك، شوف باش تكون في علمك، تكون في علمكم. اليمن، في اليمن مثلا، اليمن كنتوا تبعتوا المرتزقة يقتلوا في اليمنيين لليوم المسلمين، وحتى ماشي المسلمين يصفقوا على اليمنيين لشعب الحفاظ بومبارديتوه انتوما مع الكواليسيون اسرائيل وعرب امريكان واسرائيل وعرب، بومبارديتوه وقتلتوا الشعب ديالو بالطيارة تاعكم. شوف نوري لك كرمت السلطات المغربية الطيار ياسين بحثي الذي استشهد خلال مشاركته في عملية إعادة الشرعية في اليمن، ومنح العاهل المغربي الملك محمد السادس الطيار الراحل وسام النجم الناري مع تنويه من الأمة ببطولته. البداية كانت من هنا في الرباط، حيث احتضنت القاعدة الجوية الأولى بسلة الحفل التأبيني للشهيد الملازم طيار ياسين بحثي وسط أجواء حزينة مفعمة بالفخر، حيث تمت الإشادة بشجاعة الشهيد وأخلاقه العالية. راح يقتل المسلمين سميته شهيد، شتو؟ واللي راح يقتل الفلسطينيين كان تسموه شهيد، اللي كان يموت داك اليهودي من روكي تسموه شهيد نورمالمون نتوما، هادي باش تعرف يعني. شوف نزيد نختم لكم. شوفوا لو داسكرو، مو أغون 22 عام ماروكان اي فيير فيير دتر سولدات دو ساحل لو كوتيديان اسرائيليان يدوت ارنوت رات ليستوار دان جون جويف ماروكان دو كازابلانكا دو روتور او بيركاي بور فيتي لو باك جويف لا باك جويف ابري افوار ايتي انرولي دون اون يونيتي ديليت دو لارمي اسرائيليان. Le reportage fait l'apologie d'un programme financé par une organisation sioniste américaine qui soutient le recrutement de soldats étrangers par Tzahal, récit d'un endoctrinement loin d'être un cas isolé. Aaron regardait la télévision dans l'appartement de sa famille à Casablanca quand il a vu Hamas tirer des roquettes Katyusha en direction de Beit Sheva. Ashkelon était la ville. Il avait des raisons personnelles d'être concerné, justifie d'emblée Hedor Aaron, journal israélien centriste proche du parti Kadema. Son père et ses deux jeunes sœurs étaient en Israël pour les vacances, non loin de la ligne de front. C'est alors qu'il a tranché en faveur d'une décision pour laquelle il hésitait encore, s'enrôler dans le Sahel. Il est au Sahel, il est les Palestiniens, oui, il est au Maroc. Une seule ambition, servir Israël. Yani, donc, tu vois, tu t'adores.
الجزائر وتقولوا زعما عندنا مرتزقه في الروز، الروز راهين كدا، معليش حنا نقولوا الروز اسيدي راهين ما نفهموش معاهم. بصح انتم الامه الاسلاميه شاهده عليكم، امه الاسلاميه الشعوب العربيه المسلمه كامل شاهد عليكم باللي انتم خاونه كما قال المطبعين. هذا هو المشكل، ماشي قال بروبليم ديبلوماتيك مع بلاد ولا زعما كما كنت تقولوا راح تصرا مع الروس بيننا وبين الروس. انتم تفرنيو العسكر الجيش تحت صحالي يا صاحبي اللي اليوم شوفوا شاوي يدير العالم كاع كونطرا عليه وفرحانين. تقدروش ما تقدرش تكومباي روحك للجزائر، تقدرش تي با امبوسيبل باش تمثل روحك للجزائر وتحلق خير من الجزائر. لا هاك شوف ماشي خير من الجزائر انت في كاع الامور كامل الامور. بعتوا روحكم والسلام عليكم وهذا مكان، ودوك راكم تحوسوا تعلقوا في نامبورت حاجه باش اسكو فو بونسي انتم افريمون بلي يسمعوا لكم موسكو في حالة في حالة مليحه ولا غير مليحه. هاي شوف شوف العسكر شوف تاع الصهيون شوف شوف نزيد نوريكم لأول مرة جنود إسرائيليون يشاركون في مناورة عسكرية بالمغربية. مناورات ما عاد نجيش القاتل هذا نورمالمون تحشمو في الحقيقة والله غير تحشمو أما مو تحشمو مش تهضروا على الجزائر كاع سكتوا دير واش تحبوا دير تروحوا بعثوا الجيش تاعكم للإسرائيلي دير واش تحبوا دير واش تحبوا يا بات بروبليم والله ما كان مشكل تسمى خلاص ما نقدرش نهضروا عليكم واش كيما أنا ماشي نهضر صافي لونطون علاش ما نهضرش عليكم باسكو روح الساطع خوت واحد رخيص وجدي تجي وري روحو واش تهضر معاه انت هذا خلاص خليه يدير واش يحب سيتو هذا ما كان لا تلاح ليك عطيه سيتو. اما انتم راكم تبهدله واش بك الشعب تاعكم خلينا من الشعب الشعب تاعكم كل يوم يعيط في لي فيديو كل يوم يعيط قتلتوه قهرتوه يا قهرتو الشعب تاعكم رخصتوه مع الجزائري ولا بان رخيص الشعب تاعكم انتم درتو له هكذا ماشي الجزائريين هاو شوفوا شنو وريت لكم. دونك هادي تاع مرتزقة في الروس هادي وي كاين يا با بروبليم بيان سور تنجم تكون ماشي مشكل تنجم تكون هادي ايه سي با بروبليم ماشي حاجة يعني نكذبوها ولا نو كاين وي يا با بروبليم بصح هاد المرتزقة ما درتش الجزائر ماشي كيما نتوما هذاك اللي كان في اللي كان جبتوه السعودية دخلوا روحهم باش عاودوا رجعوه لكم حنا ما يجي ما نجيبوه سيتو هذا ما كان غربة صح رمضانكم هكذايا قول لكم يتقبل ربي ما شكيتش ما جبونس با يتقبلها منكم كنت تصوموا فيه باطل شو لاكو ديروا اليوغا خوتي هاد الشيء هدايا بلا بلا بزاف هادو هكذا هادو هكذا واش تحب دير لهم ساكن عندهم الغيره والحسد على الجزائري ما يقدروش يكونوا كيما الجزائر سوبرا فهمت ما عندهمش الشخصيه يبيعوا روحهم فهمت مدلولين معيشه مضنكه هكذا الله غالب سيتو ماشي المغاربه الشعب مسكين الله غالب عليه عافسين عليه مسكين الشعب ربي على باله اوكي تهلاو في روحكم جبهه التحرير يدخل في الطار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.